يسعد أوقاتكم. اليوم رح نعمل وصفة للكيتو دايت أو نظام الكيتو، خليكم معنا حتى تشوفوا طريقتها. رح أحط شوي من زيت الزيتون مع بصلة قسمناها لمكعبات صغيرة، سن ثوم مهروس، رح أضيف كمان فلفل أخضر حلو حبة بحجم وسط قطعناها لمكعبات صغيرة، مشروم قطعناه لقطع بهذا الشكل، أنا استخدمت هون الفريش، ممكن تستخدموا المعلب. رح نضيف هلأ اللحمة المفرومة مع رشة فلفل أسود، معلقة من معجون الطماطم رح أضيفها كمان، وبحرك كل المكونات حتى تتجانس مع بعض. رح أحط رشة من الزعتر المجفف، بعد تقريبا 5 دقائق صار شكل المكونات كلها عنا بهذا الشكل. اللحمة رح أحطها ب صحن تقديم وهي سخنة، رح نضيف عليها شريحتين من جبنة التشيدر، رح نترك الجبنة تسيح بحرارة اللحمة، ورح أضيف عليها شوي من الزعتر المجفف. هيك وصفتنا صارت جاهزة، بتمنى تعجبكم. صحتين وألف عافية.